وتعليقا على هذا القرار، قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن روسيا لن تكون قادرة على استخدام الغاز كسلاح، وتكلفة الغاز الطبيعي لن يحددها الكرملين وإنما السوق. وأضاف بوروشينكو أن لدى شركة نفط غاز الآن حق طلب تخفيض الأسعار، وأشار أيضا إلى أن الخلافات بين نفط غاز وغاز بروم حلت لأول مرة بطريقة قانونية عادلة وحضارية.